يقول نحن نظام لنا بصمة ونمشي، حتى المسؤول يبصم ويمشي، إذا جلسنا يوجد عمل. ما في بس قدم استقالتك، دام ماكو شغل قدم استقالتك، ما في بس قدم استقالتك وقعد بالبيت والحمد لله. أما تأخذ راتب تبصم وتروح البيت عشان المسؤول يبصم، لا ما يجوز هذا الكلام أبدا. أنت قاعد تأخذ راتب مقابل ساعات عمل، سواء أنجزت عمل أو لم تنجز عمل، أنت الدولة اشترت منك هذا الوقت مقابل هذا الأجر، فلا يجوز الإنسان يبصم ويمشي أبدا. وإذا مرتاح بالطريق قدم استقالتك، ولا حتى لا تروح تبصم، ما في داعي إن شاء الله تعالى.